السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديسير. اليوم الحصة تاعنا وين قال الرقراقي ليس فشل وقادرون على كسب الرهان. الرقراقي يكشف أن كأس إفريقيا أصعب من المونديال. صح، كل قارة وعندها النخرة تاعها وكل دورة عندها النكهة تاعها. هذه هي، كل دورة عندها النكهة تاعها. التصفيات يعني تشوفهم صعاب، تروح تلعب كوب دي موند يعني وين تشوف لعب متغير، تلعب في كأس إفريقيا تشوفها متغايرة. لكن يعني هذه هي كرة القدم، لكن يجب يعني التعامل مع الظروف. ما حصلوش ظروف نقولوا ظروف لعبنا، لا ما كان لا ظروف لا والو. وإذا عندك منتخب شجعه، عرف كيفاش توجد يعني كيفاش تحضره معنويا دهنيا فنيا يعني لكل الظروف. وزيد اللاعبين راهم يعرفوا يعني اقوى يعني اكثر لاعبين يعرفوا افريقيا، راهم يعرفوا افريقيا. وان اكد الناخب يعني المغربي وليد الركراكي ان نهائيات كاس امم افريقيا اصعب من كاس العالم، مشير لانه يعرف جيدا صعوبات منافسات امم افريقيا والتي شارك فيها بصفته لاعب ومدرب مساعد. ونقلت قناة كانا بليس عن الركراكي قوله ان هذا ليس يعني تواطؤ للحديث عن اي فشل محتمل بقدر ما ان هذا هو الواقع. فالجميع يعلم الفرق بين الظروف الاوروبيه وافريقيا. يعني وين نقولوا باللي اختو كيفاش ما كانش باللي الهروب من مسؤوليه او بحث عن على هذه الامور، هذه بحث عليها تحوس عليها يعني مؤامره ولا ملاعب ولا حاكم يهدر بالاسبانيوليه ولا حاكم يهدر بالانجلي ولا حاكم، لا ما كانش هذه. كان علاش عندنا واحد المدرب من مصر ما يقول قال لك كوب دافريك تاع 2022 قال لك علامه استفهام حاكم يهدر بالاسبانيوليه، عاودي تربح هذيك خرجوك تجري كيما قلبوك كيما صابوك داخل خرجوك ودي تهدر عليا يعني. واشار الى ان المنتخب المغربي جاهز لكسب الرهان وسيلعب بروح عالميه مع استعداد لحدوث مفاجات غير متوقعه. وقال ان النخبه الوطنيه مستعده لكافه السيناريوهات وجاهز يعني للمنافسه على اللقب الافريقي واسعاد الجماهير المغربيه. ويستعد الركراكي للاعلان عن قائمه المنتخب المغربي خلال نهايه يعني هذا الشهر، يعني هذه السيمانه هذه، والتي ستخوض نهائيات كاس امم افريقيا المزعم اقامتها مطلع السنه المقبله بالكوت ديفوار خلال فتره ممتده ما بين 13 جونفي و 11 فيفري المقبلين. ويفتتح المنتخب المغربي مبارياته يوم الأربعاء 17 جونفي 2024 بملاقاة تنزانيا بداية من الساعة 6 مساء على أرضية الملعب يعني لوران بوكو بمدينة سان بيدرو. ويخوض الأسود الأطلس مباراتهم الثانية في الدور المجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا يوم الأحد 21 جونفي المقبل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية على أرضية الملعب يعني ملعب مدينة سان بيدرو بداية من الساعة 8 مساء 8 الثالثة عصرا. وسيختتم المنتخب المغربي لقاءاته بالدور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة زامبيا يوم الأربعاء 24 جونفي على أرضية الملعب يعني مدينة سان بيدرو بداية من الساعة 9 مساء. يعني كل يعني نقولوا باللي يكون حاضر ويكون محضر القائمة تاعو ويكون محضر يعني اللعابة تاعو، هذه هي يكون حاضر يعني وين يعرف هو أصلا يعرف الأجواء في إفريقيا، هو أصلا يعرف الأجواء في إفريقيا يعني ما تقرب له ما والو، هذه هي ما غاديش تهرب له. كيفاش وين شاهدنا وين كذلك وين تكلم يعني وين
الأخبار التي تكلمت على إصابة سياس وغياب أكراد يعني لمباراتين متتاليتين، وإن قال لك إصابة سياس ليست مقلقة، وخوضه في استعادة جاهزيته قبل الكام كبيرة جدا. على ذي يقول لك باللي ودي ما زال يعني. وكشف التقارير الصحيفة عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها رومان سياس لاعب شباب سعودي، مشير لأن حظوظ المدافع المغربي كبيرة لاستعادة جاهزيته قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. وكان نادي الشباب السعودي قد أعلن عن إصابة سياس قبل ساعات قليلة من المواجهة التي جمع الفريق بنظيره الأخدود أمس يعني يوم الجمعة الماضية لحساب الجولة 18 من دور روشان. وحسب الموقع وين القطر، فإن الإصابة التي يعاني منها قائد المنتخب المغربي تتطلب راحة لمدة بضعة أيام من أجل يعني التعافي قبل عودة لأجواء التنافس من جديد. غادي يعني يدخل التربص هذه هي. وأضاف ذات مصدر أن الطاقم الطبي لأسود الأطلس وتلقى توضيحات من الطبيب الفريق الشباب السعودي يفيد بأن الإصابة سياس ليس مقلقة. وأوضح الموقع نفسه أن الطبيب المنتخب المغربي يتابع يعني تفاصيل إصابة سياس وعدد من لاعبي الأسود قبل تحديد القائمة النهائية والتي ستشارك في الكاد، مؤكد أن حظوظ المدافع المغربي كبيرة لاستعادة جاهزيته للمشاركة في كأس إفريقيا. وبلانيك وين أكراد يعني مازال ما باش أكراد ماشي مازال ما باش يعني هذاك يعني مازال مع النادي تاعه، هذه هي مع النادي تاعه مازال ما بان والو. بس تهدر هكا لعاب كبير هذا لعاب كبير و الو استخدم اش على بالك هو صورته هذا السياس، وين عنده مكانه كبيره في النادي، عندنا مكانه كبيره في النادي على بالك هو السهل يعني هذه عنده مكانه كبيره. عنده مكانة الوداد والله ما جاء مصاري إلا خدموا شفتوا خدموا قالوا ما تخربوش فيه خلوه هذه ماشي سهلة
قلت له اخوك يسموه اكرام، فانيك حاجه كبيره لو كان يجي هذه يا خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.